الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم منح للطلبة السوريين. تأتي هذه الموافقة بعد مبادرة تقدمت بها الدكتورة ناهد غزولة الأستاذ المساعد في جامعة الزيتونة الأردنية من خلال المؤتمر الذي عقد في بروكسل مؤخرا. دكتورة ناهد مساء الخير لك. مساء النور. أهلا دكتور ليلى. مساء الخير لك. وطبعا نحن عنا صباح بنقول صباح نور لكل مستمعينا الذين يتابعوننا على أثير الراديو. يعني دايما دكتورة نتحدث عن الألم فيما يعصف في بعض البلدان العربية ومنها طبعا المأساة الإنسانية في سوريا، لكن هناك أيضا مساحة للأمل يقدمها ناشطون، يقدمها رائعون مثلك دكتورة ناهد، تحاولين تخفيف معاناة السوريين بالعديد من المبادرات الإنسانية. أتحدث اليوم عن مبادرة قدمت بها إلى الاتحاد الأوروبي بمساعدة طلبة تأخروا عن دفع مستحقاتهم الجامعية. العديد تساءل من هم المستحقون وفي أي بلدان؟ تمام. هي المبادرة ابتدأت من فكرة تواصل بعض الطلبة السوريين، بالذات كان معي مقيمين في المملكة الأردنية بعيشوا على موارد مالية محدودة جدا، ورغم هذا يعني وجدوا بأن تكملة تحصيلهم العلمي هي من أهم الأشياء التي يجب أن يقوموا بها، وبالتالي كانوا يعملون ليل نهار يعني من 12 ربما ساعة عمل من أجل أن يتابعوا دراستهم ويصرفوا على نفقتهم الخاصة نظرا لشح المنح التعليمية الجامعية للطلبة السوريين. كانوا يتواصلوا معي ويقولون نحن بقي 9 ساعات حتى نكمل المتطلب الجامعي وأصبحنا عاجزين عن دفع الرسوم، والجامعة على وشك أن تفصلنا ومطالبين بتكملة دفع المبالغ ورجاء ساعدينا. يعني لم أجد أي سبيل ولا أي طريق، توجهت إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا يعني هناك في منحة هوبس المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتي هي يعني أسخى منحة تعليمية أعطيت للطلبة السوريين. قابلت سيد كارستن وكنت للمرة الثالثة أتقابل معه، جلسنا جلسة مطولة ووضعت أفق مشروع بأنكم أنتم تقدمون منحة تغطي 4 سنوات، ولكن تغفلون عن بعض الطلبة الذين هم في السنوات الأخيرة أو حصراً في السنة الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة وأصبحوا عاجزين تماماً عن تكمل تعليمهم. تابعوا معنا في هذا المشوار، لأننا حين نوجد التعليم فنحن ندفع بالعنف مئات السنين إلى الوراء، وإن كنتم تريدون فعلاً أن تساهموا في بناء سوريا الغد فدعونا نساعد هؤلاء الطلبة في أن يكملوا تحصيلهم العلمي. وعدني خيرا وطلب مني أن أكتب عرض بروبوزل، وأنا بالفعل تقدمت بهذا البروبوزل وذهب إلى مؤتمر بروكسل، تم مناقشة البروبوزل وحصل على الموافقة. الآن الشيء الجيد كان بأنه 50% من المنحة غطى الطلب السوريين و 50% غطى الطلب الأردنيين، لأني أيضا أنا كنت ألمس خلال تدريسي للطلب الأردنيين معاناة شديدة جدا من الناحية الاقتصادية، بأن الطلبة تعاني وتناضل من أجل الحصول على المال لدفع الرسوم الجامعية. دعيني أتوقف هنا دكتورة ناهد، دعيني أتوقف عند هذه النقطة اللي أنا كما فهمت أنه حضرتك طلبتي أيضا ليس فقط من أجل الطلبة السوريين، ولكن التعليم أيضا غالي جدا في الأردن للطلبة الأردنيين. يعني نفقاته عالية جدا، واستمعت أنا خلال تواجدي المرتين ثلاثة في الأردن إلى فعلا أنين من الطلبة أنهم لا يستطيع أن يكملوا حلمهم العالي. فيعني هذه المبادرة الإنسانية تشمل الأردنيين والسوريين على حد سواء. تماما دكتورة. يعني الله يعطيك ألف عافية، لا أعرف ماذا أقول لك، والمئات الذين علقوا على البوست يعني في إشادة إلى جهود الدكتورة ناهد غزول الإنسانية. لو كل فرد منا دكتورة ناهد قبل يعني نقول من هو كيف يقدم الأوراق، لكن أريد أن أعلق هنا، لو كل فرد منا
قام بواجبه على النحو الصحيح، أخذ من وقته لأن يساعد في هكذا مبادرات إنسانية. ربما الطلبة لا يحتاجون إلى اللجوء وتسكير الحدود يعني في وجوههم والسفر في البحار وما يتعرضون إليه من مخاطر، يعني عندما نساهم في أن نبقي هؤلاء الشباب في أوطانهم. كيف ترين هذه النقطة الحساسة فعلا دكتورة؟ هي نقطة يعني بالنسبة أنا إذا حكيت فقط بالنسبة للإنسان السوري اللي نحن يعني منهم وتربينا بينهم، يعني نحن بالنسبة إن التعليم هو أهم ربما أحيانا من الماء والغذاء. وأنا أعرف يعني إحدى الصديقات التي قامت ببيع منزلها من أجل أن تدفع رسوم تعليمية لابنها في اليونان أو في ألمانيا. التعليم هو شيء هام جدا، وحين غادر الطلبة السوريين من سوريا وتوجهوا مثلا إلى الأردن، كل ظنهم كان بأن التعليم سيكون مجاني مثل ما كان في سوريا. اصطدموا بحائط عريض جدا بأنه التعليم مدفوع وبشكل غالي جدا مكلف. ليس هذا فحسب، انتظروا المنح الجامعية، كان بعضهم في السنة الرابعة طب بشري، جاءت المنحة الجامعية لم تغطي أي منحة جامعية إلى الآن أي كليات طبية. يعني ربما منظمة الطبية السورية الأمريكية سامز هي الوحيدة التي قدمت منحة طبية ل 15 أو 11 طالب طب. أيضا أنا طلبت هذه المبادرة وأنا تواصلت معهم وقدمت لهم وسافروا الآن يدرسون في كوسوفو. الآن يعني السؤال إنه هل كان هذا سيوقف الشباب؟ بعض الشباب وربما عدد كبير منهم نعم كان سيوقفهم، الجزء الآخر لا لن يوقفه للسبب بسيط، لأنه حتى الطالب حين يتخرج فإنه لن يجد سوق للعمل في المكان الذي تخرج منه مثلا لنقل الأردن، بسبب أنه البلد أصلا يعاني من ضائقة اقتصادية، يعاني من بطالة، من شح موارد مالية لدفع الأجور. فيعني هو سيعود إلى الدوامة الأولى، ولكن على الأقل سيقول بأنني أمتلك شهادة جامعية. ولو شئنا القول أيضا أنه هل لو قام كل فرد من الأفراد بمثل هذه المبادرات هل كان الشباب سيغادر؟ أنا أجيب على السؤال بسؤال، يعني أنا وجدت منحة أوروبية سخية يعني تؤمن الأمان للطالب، يعني هو يعطي الطالب حقه من دخول من لحظة دخوله إلى الجامعة لتخرجه منها، عكس الكثير من المنح التي كانت تغطي الطلبة فصل واحد، تخيلي فصل واحد بالذات المنح العربية، والفصل الثاني يفاجأ الطالب بأن الجامعة تطالبه بالرسوم لأن المانح توقف عن دفع المنحة والطالب لا يعلم. الاتحاد الأوروبي هذه المنحة الوحيدة التي قدمت on site وليس online، فالطالب كان يدرس بموجبها وكان فيها تحفيز أنه يجب أن يكون معدلك جيد دائما حتى أنا أتابع معك، نزل عن الجيد يتوقف الدعم فورا. فالمعادلة يعني شوي صعبة أن نقول يعني أنه الجميع يستطيع أن يسير في هذا المضمار. أعطني أناس تقدم المنح ربما نجد الكثيرين مثلي يقومون بهذا. تمام دكتورة، يعني هو ممكن تكون أكثر من الشأن التعليمي. دكتورة ممكن تكون منح خاصة، أنا لا أتحدث فقط على الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الإنسانية، يعني ربما مبادرة من لدينا الكثير من الأثرياء ربما يتبنون أحد الطلبة لإكمال دراستهم. أنا أتحدث عن مبادرات إنسانية خاصة أيضا على مستوى أفراد. يعني ممكن أنا شاهدت هذا في الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الشركات ساهمت في وقت ما بإعطاء منحة دراسية لابنتي عندما لا كنت يعني لا أمتلك الأوراق النظامية، يعني كان من الصعب جدا أن تاخدي أنت تمويل إذا عندك فيزا مثلا، ما عندك سبونسر أو ما عندك كذا. فهذا موجود في 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 الولايات المتحدة الأمريكية، مبادرة من إنسان رائع جدا. إذن نحتاج من يحفز هذه المبادرات ويعطي أمل للطلبة أن هناك من ربما من يتفاعل، بس نحن بدنا من يقود المبادرة دكتورة، من يركز عليها إعلاميا. يعني أنا مجيبة للجالية العربية الأمريكية الخيرة المحبة، يعني هناك من ربما من يساهم في دعم طالب على إكمال دراسته، لما لا يعني.
هذا شيء رائع، وأنا بالفعل يعني أنا ابتدأت بهذه الخطوة منذ 5 سنوات. وصلني بأن أحد طلبة الصيدلة كان أهله يرسلون له المال من سوريا، وكان يدرس قبل الأحداث، بسبب الأحداث يعني بمدينة إدلب توقف كل شيء، فهذا أصبح في السنة الأخيرة تقريبا، وكان عاجز تماما. يعني أنا بالنسبة لي كأستاذ جامعي، يعني أنا أؤمن بقيمة الرأس المال البشري لتوليد ليس فقط المعرفة، وإنما لتوليد المال، لتوليد السلام، لبناء كل شيء. فأخذت يعني أضرب الأخماس بالأساس كما يقولون، وأتواصل مع كل من أعرفه من الخارج، واستطعت فعلا أن أجد صديقة محبة طبيبة أسنان قالت لي أنا أتبنى هذا الطالب، زوديني في كل وثائقه. وبالفعل كانت تقوم بدفع الأقساط حتى أنهى دراسته الجامعية وحصل على شهادته سنة تقريبا. هلأ مثل هذا الطالب يوجد الكثير، صحيح، والكثير من النخب اللي تحصل على أعلى المعدلات، صحيح، التعليمية الآن في التوجيه الأردني أو ما يعادل البكالوريا أو الجي سي اس سيز، وهم جالسون في البيت، لأنه منحة الاتحاد الأوروبي يعني ماذا تغطي؟ لا تغطي حتى 1%، ولا منحة الداد ولا منحة دافي. إلى الآن كافة المنح لم تغطي 7,000 طالب سوري، وأغلب الاختصاصات التي تم تغطيتها هي اختصاصات في العلوم الإنسانية أو في IT. لا يوجد أي منحة مثلا غطت علوم طبية، هندسات مدني، عمارة، يعني هذه الفروع التي يحتاج بناء كل وطن. أضف إلى ذلك أنه عندنا نحن إحصائية الشباب والشابات بين عمر 18 و25، يعني عمر الدراسة الجامعية، يزيد على 80,000 شاب وشابة، وهم بمؤهل إما ابتدأوا الجامعة في سوريا أو أخذوا الشهادة الثانوية في المملكة الأردنية وينتظرون أي فرصة تعليمية. مباشرة دكتورة، من هم المستحقون لهذه المنح، وفي أي مناطق، يعني في الأردن وفي تركيا، وأين ممكن أن يستفيدوا منها؟ المنحة تغطي بشكل رئيسي الطلبة السوريين المتواجدين في دول الجوار لسوريا. هلأ هي حتعطي 50% من المنحة إلى الطلبة الأردنيين حصرا، يعني البرنامج في الأردن سيغطي 50% من الطلبة الأردنيين و 50% من الطلبة السوريين. بالنسبة للطلبة الأردنيين، يعني طبعا يحق لأي شخص أن يتقدم، ولكن في النهاية حين يتم الانتقاء والاختيار سيتم الاختيار على أساس الأشد حاجة، ولا يوجد لديه موارد مالية للتغطية، أو ربما يعني فاقد لأحد الأبوين أو معيل لعائلة أو ما شابه. بالنسبة للطلب السوريين بدهم يحققوا معايير معينة. بيبتدأ أول شيء أن يكون لاجئ سوري، ومعروف ومفهوم كلمة لاجئ سوري أن يكون معه صورة عن مفوضية سامية للأمم المتحدة مسجل لديها، طبعا لديه إثبات منها بأنه هو لاجئ سوري، يكون العمر أقل من 32 عام بالنسبة لكافة المتقدمين سواء كانوا سوريين أو أردنيين، معدل الحالة في البكالوريوس جيد رغم أني يعني أنا توقفت عند هذه النقطة، وأن يكون ملتحق ببرنامج البكالوريوس الجامعات الأردنية بالنسبة للأردن، ولا تتجاوز المدة المتبقية لتخرجه العام، ألا يكون لديه أي مصادر دعم وتمويل أخرى أثناء دراسته للبكالوريوس، وأيضا ألا يكون مستفيد من أي منحة دراسية أخرى، وغير قادر على إكمال دراسته من موارده الخاصة. طبعا في تشجيع خاص كان إلى الإناث للتقدم لهذه المنحة. دكتور، بشكل عام هاي هي الشروط. دكتورة، في الرابط موجود فين اللي عم يسمعنا سواء من أمريكا أو له أقارب ممكن يستفيدوا من هالمنح، وكم عدد المستفيدين من المنح، يعني قدي عدد اللي اختارون الاتحاد الأوروبي ممكن يستفيدوا؟ هلأ ما لم يحدد العدد،
العدد كان مفتوح وهاي لي لأول مرة، يعني هلأ ربما هن يكون عندهم عدد محدد ولكن لم يتم الإعلان عنه، ربما يعني يكون expandable، ممكن أن يكون قابل للتمديد، يعني نحن إذا قلنا 20 هن إجاهم 30 ووجدوا 30 بحاجة أنه فعلا يعطوا 30. فإذا موضوع كم عدد المتقدمين أو من يحق له التقدم غير معلن وغير محدد. بالنسبة لمشروع هوبس اللي هي HOPES، طبعا أحرف كلها كابيتال، إذا وضعنا منحة هوبس فورا تفتح معنا رابط. طبعا بعد كلمة هوبس في عنا كلمة مدد MADAD، هدول هوبس ومدد، طبعا مدد هي اللي عم تمول منحة هوبس، فالاسم بيكون مترافق. إذا دخلنا إلى مشروع الاتحاد الأوروبي لتعليم اللاجئين السوريين رح نجد بسهولة جدا الرابط، يوجد رابط في اللغة الإنجليزية ورابط في اللغة العربية، وبإمكانهم أن يعملوا داونلود لأبليكيشن فورم للاستمارة، وبالتالي يتم تعبئتها وإرسالها إلكترونيا. دكتورة ناهد أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة، يعني الوقت يداهمنا، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من عمان دكتورة ناهد غزول، إلى اللقاء. شكرا.